الرئيس السيسي يطمئن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، ويواجه بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن. مدبولي يزور عدداً من مصانع المنتجات الغذائية بالسادس من أكتوبر، ويؤكد على التوجيهات الرئاسية بتعزيز دور القطاع الخاص. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور كييف، ويعقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ويؤكد تضامنه مع الشعب الأوكراني. التاسعة مساءً في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر، وذلك خلال لقائه مع وزيرة الدولة للهجرة للاطمئنان على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا. وخلال اجتماع آخر التقى رئيس السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة بمجال أدب الطفل، حيث وجه رئيس السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الهجرة في التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج. وقد عرضت الوزيرة نبيلة مكرم الاستعدادات النهائية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والذي سينظم تحت رعاية سيادته، حيث سيضم العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية. وسيتم تناول محاور عدة سعيا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، والتي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور والتعريف بالمناسبات الوطنية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو ربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية. كما عرضت السيدة وزيرة الدولة للهجرة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا، موضحة الجهود القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمار العقاري. وقد وجه السيد الرئيس بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. كما استعرضت الوزيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة في تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تهدف إلى تناول مسألة الهجرة غير الشرعية ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، حيث تشمل محاور تنفيذ المبادرة عقد دورات تدريبية وتثقيفية للشباب، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطمأن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية،
حيث اطلع سيادته على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة وموقف الحالات الإنسانية، وكذا المصريين العابرين للحدود إلى الدول المجاورة وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية، موجها سيادته بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. وقد أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدة أن النجاح والتقدير الذي لاقته كتاباتها قد عزز من حرصها على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة في مجال الأدب الوطني للأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى مشروعها الأدبي الأخير تحت عنوان حياة وكريمة، وهي القصة المستوحاة من مبادرة حياة كريمة، والتي تعرض إنجازات وأهداف المبادرة بشكل مبسط وجاذب للأطفال. وقد أعرب السيد الرئيس عن متابعة سيادته للأعمال الأدبية التي ألفتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، والتي حازت على إثرها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مؤكدا سيادته أهمية أدب الطفل في التوعية الهادفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد. من ناحية أخرى، عرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، والتي تنطلق مساء غد، وهو الاختيار الذي وقع على مدينة القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، حيث يهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية وإبراز التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة. بعث رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك عام 1443. وأخلال البرقية أكد رئيس مجلس النواب أنه في العاشر من رمضان يذكر كل مصري بالفخر والإجلال الدور العظيم الذي قامت به قواتنا المسلحة في معركة أكتوبر المجيدة، حيث استطاع رجالها البواسل أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين. هذا ووجه رئيس مجلس النواب التحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال الذي تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكا، كما وجه التحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان. وفي نص البرقية تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بخالص التهنئة القلبية للرئيس السيسي وللقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان، تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبرى قدمها رجال القوات المسلحة البواسل على أرض سيناء الغالية، جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.
وخلال التهنئة أكد وزير الدفاع أن ذلك اليوم العظيم من أيام الوطنية المصرية جسد بطولات وتضحيات الشعب المصري في استرداد أرض سيناء المقدسة وإعادة لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها. كما نقل وزير الدفاع تهنئة رجال القوات المسلحة للرئيس السيسي مؤكدا قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسؤوليات المكلفين بها. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات 10 من رمضان. وخلال التهنئة أكد وزير الداخلية أن في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد ذكريات أيام مجد خالدات سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه. كما بعث وزير الداخلية برقية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبرقية أخرى للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مهنئا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بهذه المناسبة الجليلة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، باعتبار أن الدور التنموي المهم للقطاع الخاص آخذ في التطور بشكل ملحوظ. جاء ذلك خلال قيام مدبولي بزيارة عدد من مصانع المنتجات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر. وأكد مدبولي أن الدولة تساند بقوة القطاع الخاص وتعمل على تهيئة بيئة ومناخ جيد للاستثمار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك، إلى جانب السعي لتوفير مستلزمات الإنتاج من أجل دعم الصناعة والمستثمرين. وصل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي زيارته لعدد من مصانع المنتجات الغذائية القائمة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث زار شركة للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية. وخلال الجولة التفقدية رافقه وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة. وأعرب مدبولي عن سعادته لزيارة هذا المصنع الذي يضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدا أيضا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بالمصنع، ومؤكدا أن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص الجادة وتعمل على توفير بيئة استثمارية مواتية له. كما أجرى رئيس الوزراء حوارا مع العاملين بالمصنع حول ظروف العمل وحثهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيما مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8937 قضية تموينية متنوعة، من بينها 151 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 6838 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 11 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 63788 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8597 قضية تمونية بمضبوطات وزنت
2354 طن و729 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 40 قضية بمضبوطات بلغت 348 طنا و967 كيلو سلع غذائية متنوعة و5280 عبوة زيت طعام. كما تم ضبط 118 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 201 طن و773 كيلو سلع غذائية متنوعة و36760 لتر زيت طعام و22284 عبوة سلع غذائية. وفي مجال ضبط قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر، تم ضبط 20 قضية بمضبوطات قدرت ب92 طن و800 كيلو أسمنت و159 طن و600 كيلو حديد تسليح. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 291,520 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 44,938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3689 من قائد المركبات. تبين إيجابية عدد 162 سائقا منهم، كما تم المرور على 181 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 732 من سائقي حافلات المدارس. تبين إيجابية حالتين منهم، كما تم فحص 669 مركبة وتبين مخالفة 8 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 499 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 11,810 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 378 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 72,176 قضية بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60,552,650 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 197 قضية، من بينها 113 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 2652 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة ومجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، و84 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 5379 كتب دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 127 قضية بقيمة مالية بلغت 159,180,474 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1454 قضية بقيمة مالية بلغت 684,858,836 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1,303,871 جنيها.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 158 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 193 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 122 طن سلع غذائية، كما تم ضبط نحو 45 طنا في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17 طن سلع غذائية مدعمة. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 315 قضية، من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعاصمة كييف. وتفقد رئيس الوزراء البريطاني شوارع كييف خلال زيارته بعد أن ناقش مع الرئيس الأوكراني تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا. أبلغ جونسون الرئيس الأوكراني أن لندن ستعطي كييف 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستزيد الضغط الاقتصادي على روسيا وتكثيف العقوبات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توقع جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكثف الضغط حاليا في دونباس والشرق، قائلا إن الروس أخطأوا في حساباتهم بشأن أوكرانيا. ومن جهته طالب الرئيس الأوكراني خلال المؤتمر الصحفي بفرض حظر على مصادر الطاقة الروسية، وأضاف زيلينسكي أن كييف تعتمد على لندن للعب دور في مفاوضات السلام مع الجانب الروسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير القوات الروسية مستودعا للذخيرة في قاعدة ميرهورود الجوية بوسط أوكرانيا. وأوضحت الدفاع الروسي أن مقاتلة من طراز ميج 29 وطائرة هليكوبتر تابعتان للقوات الجوية الأوكرانية دمرتا أيضا في الهجوم على قاعدة الواقعة في منطقة بولتافا. دعت وزارة الخارجية الروسية دول العالم إلى وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت الوزارة إن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي لما وصفته بالجرائم التي ارتكبتها التشكيلات الأوكرانية ووقف تزويدها بالأسلحة وتشجيع كييف على التخلي عن أساليب قتال غير المقبولة. We'll be right back.
ينطلق غدا ماراثون أولى مراحل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي يتنافس فيها 12 مرشحا، منهم الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسعى للفوز بولايات ثانية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس ماكرون ومنافسته الأبرز المرشحة مارين لوبين هما الأوفر حظا للتأهل مجددا. والمزيد عن الانتخابات الفرنسية يستعرضه لنا الزميل ياسر عبد الستار. أهلا بكم. الناخبون الفرنسيون على موعد مع انتخابات الرئاسة في 10 من الشهر الجاري في جولة أولى، وفي حال الإعادة تكون هناك جولة ثانية في 24 من الشهر نفسه. الانتخابات ستحدد هوية ساكن قصر الإليزي الجديد الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات جديدة، ونستعرض معكم في هذا العرض مراحل هذه الانتخابات وتفاصيلها وكيف يجرى السباق. خلال الانتخابات الرئاسية يصوت الناخبون بشكل فردي ومباشر خلال دورتين في اقتراع عام، ولكي يفوز أي مرشح بالانتخابات عليه الحصول على غالبية الأصوات، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية فسيتم تنظيم دورة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر نسبة من الأصوات، من أجل دخول السباق نحو القصر الرئاسي والتنافس في الانتخابات الرئاسية. يبحث المرشحون عن دعم 500 من النواب المنتخبين وتوقيعاتهم، وبدون الحصول على هذه الموافقة يصبح ترشحهم مستحيلا. تهدف هذه القاعدة إلى الحد من عدد المتنافسين واستبعاد الطلبات التي لا تحظى بالدعم. تضم قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم دعمهم رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر البلدية في المدن، ونواب رؤساء البلديات المفوضين وأعضاء مجلس الشيوخ، ونواب الجمعية الوطنية، والنواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، ومحافظي المدن الكبرى وعمد القرى ومستشاري العاصمة باريس. يأتي دور المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويترك الأمر لحكماء المجلس للتحقق من إجراءات الحصول على التوقيعات، فيقوم بإنشاء نموذج الدعم وإرساله لمديريات الأمن والمسؤولين المنتخبين المخولين بالتوقيع لصالح أحد المترشحين. وبمجرد قبول هذه الاستمارات يتأكد المجلس الدستوري من موافقة المترشحين للانتخابات الرئاسية من خلال جمع بعض الوثائق مثل إقرارات الذمة المالية أو إقرارات الأنشطة الممارسة، وذلك قبل إحالتها إلى الهيئة العليا للشفافية. انتخابات هذا العام يتنافس فيها 12 مرشحا 8 رجال و4 نساء، من بين المتنافسين 6 رئيسيون، 3 منهم ينتمون إلى اليمين الفرنسي و2 إلى اليسار. أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لنحو 628 ألف مواطن من خلال 477 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من العام الحالي. ويأتي إطلاق هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية. وقعت القافلة الطبية بمركز صحة أسرة مرسى علم الكشف على 247 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 41 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة. وأوضح المركز الإعلامي أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح، فضلا عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين.
أعلنت وزارة الصحة أن متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 400 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 7 حالات جديدة. وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 532 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 442,182 متعافيا. تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وبرفقته مجموعة من قيادات الهيئة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المختلفة بالشركة. وطلع رئيس الهيئة على مخطط أعمال الاستزراع السمكي، حيث يجرى العمل حاليا على استزراع 65 فدانا بزريعة أسماك الدنيس بإجمالي 2.5 مليون سمكة زريعة، بالإضافة إلى استزراع 40 فدانا بأسماك البلطي بإجمالي 1 مليون سمكة زريعة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأحد مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. وبأخبار الطقس انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يطمئن على سلامة وأوضاع الجالية المصرية بأوكرانيا، ويواجه بتضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن. مدبولي يزور عددا من مصانع المنتجات الغذائية في 6 أكتوبر، ويؤكد على التوجيهات الرئاسية بتعزيز دور القطاع الخاص. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور كييف، ويعقد لقاء ثنائيا مع رئيس فلاديمير زيلينسكي، ويؤكد تضامنه مع الشعب الأوكراني. وبهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ويوسف الحسيني. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا صحر؟ ازيك يا رغدة؟ كل سنة وانتم طيبين. طيب. عاملين ايه في رمضان كده بعد الفطار؟ في حد يشتغل بعد الفطار؟ احنا هنسيبك انت تشتغل بعد الفطار ده. هنسيب لك انت المنبر بقى تتكلم. اشكركم جدا واستاذنكم نبدا فقراتنا.